بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. من خلال الطلبات التي تقدمون لي ارتأيت أن نقوم بالإجابة على سؤال الإخوة الأفاضل، وهي في طريقة تحضير خبز منقوع بالحليب، يعني على طريقة كيف استعملها. وهذه هي الطريقة الأولى. كل ما نحتاج هو حليب وخبز، وخبز حبذا يكون مجفف، يعني متروك في الشمس لمدة 24 ساعة، حبذا يكون خبز خالي من أي تعفنات. سنقوم بقطع الخبز إلى شرائح صغيرة ثم نضيف لها الحليب. إذا على بركة الله ليكون الفيديو سريع. بعد ذلك نحضر إناء آخر ثم نضعه شرائح الخبز بعد ذلك نقوم بإضافة الحليب. نقوم بخلط الحليب مع الخبز الجاف. خلط جيدا. هذه الخلطة أو الكمية، يعني خبزة والقليل من الحليب، تكفي لي إلى 10 أزواج. يتم تقسيم هذه الخلطة إلى 10 أزواج. على سبيل المثال كل زوج نعطيهم هذه الكمية. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك، وأن تشترك إن كنت غير مشترك. في رعاية الله.